بالنسبة إلى الفوسفات، كنا ثاني دولة مصدرة في العالم للفوسفات، صرنا نستورد الفوسفات. علاش وصلنا لهذا؟ ما هو الفوسفات وقف 5 سنين، و5 سنين خسرنا 5 مليارات. أعلنت تونس أنها مضطرة إلى استيراد الفوسفات لتلبية حاجاتها المحلية، وذلك المرة الأولى في تاريخها الحديث بعدما كانت خامس مصدر له في العالم. وتعهد رئيس الوزراء التونسي الجديد يوسف الشاهد بالتصدي للإضرابات غير القانونية بعد أن خسرت البلاد نحو 2 مليار دولار بسبب التراجع الحاد في إنتاج الفوسفات. أزمة الفوسفات كانت ديما حاضرة بقوة في خطابات المسؤولين الكبار في الدولة. أزمة عندها فوق 10 سنين ولتو ما تحلتش. الدولة تقول المشكل في المعتصمين اللي عطلوا إنتاج ونقل الفوسفات، والمعتصمين يقولوا المشكل في الدولة اللي ما لقاتش الحلول. مشينا للرديف أحد أهم مدن الحوض المنجمي، وحبينا نفهم الوضعية على الأرض كيفاش. انتم معتصمين عندكم من نوفمبر؟ باهي مش من نوفمبر، هي راهي تراكمات. فهمت؟ فما شكون عنده 4 سنين، فما شكون عنده 2 عام، فهمت؟ على نفس الريتم، فهمت؟ يعمل اعتصام، يجيك معناتها مسؤول، تعمل هدنه يكذب عليك، فهمت؟ تو نعملوا لكم، تو نقدوا لكم، تو كذا، تعمل هدنه ذيك، يجي يهز الفلتري، يسرقوا بلغه اخرى، مش يهز الفلتري يسرقوه، الفوسفات توناج هذاك، يخدموا به، يرقلوا به امورهم، فهمت؟ وبعدين يرجع لك الشركه فالسه، ما عندناش، في عطلت وفي كذا، وين الكل راهي الحكايه الكل، هي هو شنو مش مربوط، فساد اداري وفساد مالي. يتهموا فيكم انتم المعتصمين انه عطلتوه الفوسفات وكملتوا بركتوا الشركه ووقفت البلاد وتلزت تستورد معناها الفوسفات. ما هي هذه الشماعه اللي يوقفوا عليها ديما هما، فهمت؟ كي ما يلقوش معناتها بوسيبيليتي باش يسرقوا ويرجعوا لك السيستم نتاعهم القديم، نتاع كيما قلت لك الفساد الاداري والمالي، ديما يدزوها في المعتصمين، تو المثلو يا ربي تبارك تخدم، المنارايس تخدم، المظله تخدم، اي كيفاش معناتها بركناها؟ هاي 3 سكتار يخدم، فهمت؟ 5 فريات في المثلوي وواحد في المنارايس وواحد في المظله، فهمت؟ الفلتري هزوه، فهمت؟ كل شيء مريقل، فهمت؟ يدور يرجع للمعتصمين، خاطر هذيك هي يلزم ما تخدمش، يلزم ما تكلمش على حقك، هنا يلزم يطلعوا لك بحكايه، يخوفوك بالعروشيه ويخوفوك بالنعرات القبليه، فهمت؟ يخوفوك بالمشاكل، يخوفوك بكل شيء، يلزم ما تكلمش، ما عندكش حق باش تتكلم. شركه تعرض للتهميش ومش مشكلتها في منع الاعتصامات ولا في شكل الاعتصامات، معناها الحلول معناها هي اللي مش موجوده، مش موجوده، هي اللي قاعده مسبب في التعطيل نتاع الخدمه دي. الشركة ما لا تشوف في وضعيتها، أكثر عمرها أكثر من 100 سنة، معناها أتريم للخدام ما ثماش، معناها ما ثمش حتى حاجة ما تطورت باش تطور فيها خدمة ولا في باش تطور الإنتاج، ما ثماش. معناها مش حكاية معتصمين، المعتصمين كل واحد يقول لك عندي حق، هذاك عنده حق باش يخدم، هذاك عنده حق معناها باش يمارس الحياة نتاعه. نفهموا الجانب السياسي للأزمة، رجعنا للنائب عن جهة قفصة أحمد بالقاسم. سيد أحمد، تثمن سؤال عام وبديهي برشا، 10 سنين خلينا نجمناش نحلوا مشكلة الفوسفات في تونس؟ الفوسفات أو قطاع الفوسفات ما ساهمش في تنمية الجهة، هاو السؤال، علاش هاو السؤال اللي ما نعرفش تجاوب. وطالما ما ساهمش في تنمية الجهة وفي إحداث مشاريع عندها وزن على مستوى الجهة، تبقى معضلة الفوسفات مش مشكلة، تبقى معضلة ومش باش تحل. هذا السبب. السبب الثاني هو كيفية التعاطي مع المعضلة هذه من طرف المسؤولين وإلا الحكومات المتعاقبة من 2010 إلى حد اليوم. مثلا موقعش تعاطي صحيح على أسس من شأنها أن تحل مشكلة الفوسفات. كانت المسألة ما يختزلوها في أنه جهة ولا مجموعة من المعتصمين طالبين تشغيل، هاي ثمك الآليات الهشة مثلا كيما الحظيرة، ذر رماد على العيون وتسكيت، هاي ثم خلق البيئة، فهمتني؟ ونعرف تو البيئة معناها ومساوئها وين وصلت بينا، فهمتني؟ لكن ما فكروش اللي ثم راهو جانب ثاني متعلق بالتنمية، خاطر لو كان
خاطر عموم الشعب ولا ربما عموم الناس للطالب ولا تعطل في الفوسفات راه مش من عدم نتيجة تراكمات مرتبطة بعدم إيجاد حلول جذرية للتنمية بالجهة على مستوى الصحي على مستوى البنية التحتية على مستوى القطاع الفلاحي. وبدأت الشركة تتملص من المسؤولية الاجتماعية والاقتصادية في هذه الجهة في وقت تنعم فيه الشركة بخيارات ربحية كبيرة جدا وتجد بعض الأرقام أنه في سنة 2008 أنها انتفاضة محيرة حقيقة. بعض الدراسات تذهب حتى إلى ربح الشركة ب 125% في سنة 2008 ومع ذلك الأزمة موجودة. كذلك أزمة المياه التي تعيشها الجماعات السكانية حينما تنعم الشركة بالمياه المواطن لا يجد المياه فتقريبا طن الفوسفات يجب أن لغسيله 5000 لتر من المياه في وقت الأمم المتحدة تنص على أن المواطن العادي يلزم 50 لتر يوميا. كذلك المواد الخطرة جراء المعالجات الكيميائية والديناميت ونفع الحوض المنجمي تقريبا الدراسات الأكاديمية تقر على 3 مواد رئيسية وهو الكادميوم وأكسيد الكبريت والفلور وهذه المواد بطبيعة الحال تسبب اختلالات واضطرابات في الغلاف الجوي وفي الغطاء النباتي ومن هنا يمكننا ولسنا مختصين في الطب وإلى غير ذلك ولكن هناك تقريبا علاقة يمكن أن نقول سببية لكن هناك علاقة بين الصناعات الاستخراجية وبين الأمراض المزمنة والسرطان وما إلى غير ذلك. أنا نطلب منكم السيد الوزير المزيد في الشفافية والوضوح في طريقة الانتداب حتى نتجنب التشكيك والاتهامات مع مراعاة حق كل معتمدين. كما نذكركم بالمطلب المؤكد والملح من أبناء كامل الجهة في إعفاء مخزون الثروة المائية بالجهة وجلب المياه المغاسل شركة فوسفات والمجمع الكيميائي والبحر حتى نحفظ حق الأجيال القادمة في إطار التنمية المتحدة. وحدة أمنية مختصة تتمكن اليوم من إيقاف النائب المجمد عن كتلة أحياء تونس لطفي علي تنفيذا لمنشور التفتيش الصادر في حقه من طرف القطب القضائي المالي وذلك على ذمة القضية التحقيقية المتعلقة بشبهات فساد في عقود نقل الفوسفات. من قبل 25 جويلية يوم اللي بدينا نخدموا على الموضوع هذايا حاولنا برشا مرات نتصلوا بالنائب لطفي علي أما ما تلقينا حتى رد. ثم موضوع يعني اللي رجع مؤخرا بعد 25 جويلية بعد إجراءات الرئيس قيس سعيد جملة كبيرة من الإيقافات عدد كبير من الإيقافات مسؤولين خدم يعني مديرين عامين سابقين مسؤولين كبار نواب منهم مثلا لطفي علي. متى علاش احنا توا من بعد 10 سنين متصورنا أنه لطفي علي نائب قيادي في كان في نادي تونس وبعد أصبح في تحية تونس وهو متى حسب ما صوروه سبب من أسباب متى تعطيل إنتاج نقل الفوسفات في تونس حسب رأيك علاش؟ لطفي علي لأنه حكى عليه الإعلام لطفي علي لأنه تم تسليط الضوء عليه أما بخلاف لطفي علي رفما لا هو هل اللي قال صحيح ولا على لطفي علي؟ للأسف صحيح صحيح لطفي علي رو كنشوفه مثلا الصفقة الأخيرة معناها اللي وفات عندها عام في منجم المكناسي لطفي علي خذا صفقة بتضارب مصالح وبالمحسوبية لطفي علي خذا صفقة لاستخراج ونقل الفوسفات في منجم المكناسي والمسؤولين اللي نظروا أغلب المسؤولين اللي نظروا في الصفقة هذه هم بطبيعتهم في نفس حزب تحية تونس اللي ينتمي لطفي علي فيه مشكون أدار الحملة الانتخابية ليوسف الشاهد في قفصة وللطفي علي في قفصة فيه مشكون عضو في معنا فيه مشكون عضو في المكتب المحلي لقفصة معنا فهم تقريبا رو 6 ولا 7 موظفين سامين في شركة فوسفات قفصة منتمين لحزب تحية تونس بخلاف هذايا كيفاش شركة فوسفات قفصة اللي هو النشاط الأساسي بتاع الاستخراج تقوم بإعطاء مناولة في الاستخراج لشركة حتى النشاط الأساسي بتاع شركة لطفي علي وأشقائه حتى النشاط الأساسي بتاعه ما هوش الاستخراج هو النقل هو الأشغال العمومية. الفساد في الفوسفات لا يقتصر على النقل. نقل الفوسفات هو وجه من أوجه الفساد. ساعة باش نبدأ بالنقل. النقل ما نجموش نحكيه على لطفي علي فقط كناقل الفوسفات. عنا 32 ناقل الفوسفات من بينهم لطفي علي. الغريب في نقل الفوسفات أنه قبل الثورة كانت شركات تنقل الفوسفات صحيح شركات خاصة لكن معها التراك القطار كان ينقل النصيب الأكبر من الفوسفات يعني أنه العائدات الكبرى من نقل الفوسفات تمشي للترينوات. إلى جانب ذلك الترينو زاد تراجع بصفة غريبة نحكيه على نقل الفوسفات ما بين 2011 و2017 فما تقريبا 160 مليار عائدات نقل الفوسفات للكمين
تاع الشركات الخاصه، لكن الترينو في 2017 العائدات بتاعه كانت 0 مليم، 0 مليم عائدات للترينو. الطن عن طريق القطار تقريبا ب 5000 او 10000، هناك رقمين يعني بين 5000 و10 دينارات، بينما في الفوسفات ب 25 دينار، وارقام اخرى تتحدث حتى عن 35 دينار، لانه هذه الشركه يسروا فيها الفساد ليست كشركه فوسفات قفصه فقط، وانما في تقريبا اغلبنا اليوم نعيش أزمة حقيقية على مستوى الإدارة والمؤسسات والشركات التونسية. مؤخرا كنت نحكي مع موظف معنا مسؤول سامي في شركة فوسفات قفصة، السيد هذايا عامل شركة باسم مرته، وفازت بصفقة في تذاكر الأكل مع سي بي جي. كيف حصرته بالأسئلة علاش أنت كموظف تخدم مع شركة فوسفات قفصة وتخلص من المال العمومي في نفس الوقت مرتك عندها شركة وتاخو معها صفقة مع الشركة، هذا تضارب مصالح. قالك يا أخوي شوف، أنا مانيش الوحيد، فما برشا مسؤولين في شركة فوسفات قفصة مكونين شركات، شركات بسامي أقاربهم زوجاتهم أبنائهم في نفس الوقت تاخو في صفقات من شركة فوسفات قفصة. شوف هذه فيها قضايا مرفوعة ولا لا؟ الإشكال هنا ما فماش قضايا، معناها فما حتى بعض المبلغين ناس حاولوا أنهم يتصدوا للمشاكل هذه من أبناء قفصة، فيهم شكون اللي دخل الحبس، فيهم الحالين يتعرض للهرسلة، فيهم اللي جاتوا تهديدات بالقتل، فيهم حتى شكون تم عزله من شركة فوسفات قفصة. للأسف شركة فوسفات قفصة اللي هي عندها المونوبول بتاع استخراج الفوسفات وشركة فالسة، معناها باش توصل تخلص الشهري بتاع موظفيها لازمها تتسلف من البنكة. كيف هي شركة عندها المونوبول الوحيد اللي تستخرج في الفوسفات وفالسة في نفس الوقت؟ معناها نقاط استفهام، معناها باش يوريك أنه راهو الفساد سيطر على مختلف مفاصل الشركة. بعد أكثر من 10 سنين يبقى السؤال هو شكون المسؤول على الأزمة هذه؟ شكون المسؤول على المليارات اللي ضاعت؟ وشكون المسؤول على قتل أحلام أبناء جهة قفصة؟ ثم كلمة نتلقوا منها أي. وجاوبني على الحل اللي تراه، قالها أحد المعتصمين اللي قبلناه احنا في رديف في المغسل بتاع رديف، يقول أنه راهو كلفة وقف إنتاج الوقف يعني تخريج الفوسفات يعني أقل برشة أكثر برشة من كلفة تشغيل عشرة المعتصمين. معناها شوف حسب الموجود تو، حسب المحل، أنا مش من أهل اختصاص لكن على الأقل شوي معلومات، اللي الطلب موجود تو على الفوسفات وبأسعار معقولة وأسعار منها ربما مرتفعة، أنه كلفة الترناطة التراب حوالي 300 دينار، فما بالك منها كي تبدأ مثلا مهيئة أو تبدأ كذا، وراء الفوسفات وقت ما يتعطل عام كامل ولا عامين. شوف أحنا المدخول اللي نحكي عليه راو كي تبدأ الشركة حسب المسؤولين نتاعها كي تبدأ في ربما طاقة تشغيلية معقولة وممتازة نجم توصل حتى ل 7000 طن 7 مليون طن، ولكن وصلت هكا ولا حتى أكثر راهو المدخول إيش يكون به؟ أنت كي تخسر رجال المعتصمين تخسر توصل حتى للزوز مليون طن، مع تخسر في 5 مليون طن سنويا، 5 مليون طن راهو يعمل لك التنمية للجهة اللي نطالبوا بها ويشغل لك ويحصل لك مثلا نقول الفوائد لفائدة الدولة. راني هذا نرجع لك السؤال الأول، كيفية التعاطي مع هذا الملف، وراه ما حبش يتعاطى مع الملف مخليه ليوصل المرحلة هذه، ومن ذاك هو اللي يتحاسب، رواه هذاك اللي يتحاسب، اللي كان مسؤول وما تعاطاش مع الملف بطريقة هي رايشنية، ما يتم شركة انت نحسبه الشركة، ما سيدي شركة خاص واللي يديروا فيها يزم يعرف يديروا في أموالهم الخاصة، زي ما نحكوش يديروا في أموالهم الخاصة، تخلي روحك من اللي تبدأ تخسر في المليارات، وشنو السبب ولا شنو المقابل؟ المقابل أن ثم شكون يطالب لك معناها بأحداث منطقة سقوية ولا 10 من الناس يطالبوا لك بتشغيل، شفت المقابل وين؟ في النهاية من يتحمل المسؤولية؟ هي السلطة السياسية بطبيعة الحال، من يتحمل المسؤولية؟ هم الذين قاموا بفرز المناظرات في غياب الإرادة السياسية وفي مناخ انتقالي ما زال مرتبكا وهشا، لم يحدث أي قرار سياسي بعد. يعني وقت اللي ثم أزمة ما ثمش تشغيل، وقت اللي ما ثمش أزمة كذلك ما ثمش تشغيل. يعني الإشكال الحقيقي غير مرتبط بالمعتصمين على ما أظن، هو صحيح أنه كي ثم اعتصام دونك ثم إنتاج موش باش يخرج، لكن ثم حلول وثم خيارات وثم استراتيجيات وثم حوار اجتماعي على ما أظن أنه السلطة السياسية هي التي تراخت في هذا.